التمرير الان الى عبد العزيز حسن في موقف سليم، يتقدم على الجهه اليسرى عبد العزيز حسن، يتقدم ويتعمق ويلعب كره عرضيه وراسيه في المرمى. خلاص من جديد ينجح نادي قطر في التسجيل وفي اخذ التقدم، وهذه المره راسيه من سعيد شيبه طبعا، والكره لاحظوها من جديد كره مرفوعه او من كانيجا. كانيجا هو الذي يسجل، كانيجا هو الذي يسجل الهدف الثاني لنادي قطر، وطبعا كانيجا يعني يحسم الامور الان تماما ويصر على ان يسجل في كل مره في مرمى النادي العربي. خامس هدف لكانيجا في مرمى العربي هذا الموسم، ورابع هدف في هذه المسابقه لكانيجا، هو هداف هذه المسابقه، ويعني وفي ثلاث مباريات من اربعه مع العربي سجل في المرمى العربي كلوديو كانيجا. هدف ثاني في الدقيقه كم؟ الدقيقه 80. اذا يعني بهذا الهدف يتاكد